يا جماعه 100 سنه وهم يسرقوا الحاننا وتراثنا واغانينا، ووطننا سرق، والانسان اليمني سرق، ومستقبلنا سرق، وكل شيء سرق، كل شيء سرق في حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بعد انقطاع دام لي أسبوع ونص تقريبا مع شهر رمضان. ترند اليوم، ترند اليمني، هو عند الفنانة يسراء محنوش. الفنانة هذه غنت أغنية للشاعر عبد الغفور عبد الله. الشاعر هذا قد كان يعني سرقوا قصيدته عدة مرات، ولا أدري كيف يعني يغلطون أو إنهم يتسلقون على الطريقة هذه لتنشهر أو كيف يعني. قد كان اعتذر كاظم الساهر واسماعيل الاغا. شاعر اليمني عبد الغفور عبد الله، انا مدين له باعتذار. القصيده اللي هي اذا القى الزمان عليك شر، وها هي اليوم يعني تطلق الاغنيه حقها يسرى محنوش على اليوتيوب، ليطل علينا اللي هو الشاعر نفسه ويكتب هذا المقال: قمة القهر أن ترى عملك ينسب لغيرك بينما أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. قبل أيام نشرت مقطعا قصيرا للفنانة التونسية يسرى محنوش من صفحة الموسيقار طلال، وهي تغني جزء من قصيدتي إذا ألقى الزمان عليك شرا، قصيدتي موثقة. كلام طويل، ويردف قائلا: بعد 4 سنوات من اعتذار الإعلامي مصطفى الأغا والفنان كاظم الساهر واعترافهم بالقصيدة لي. حاولت يعني فيما مقاله طويل يعني أنه يتواصل مع الفنانة أو يتواصل مع الموسيقار تقريبا، ولكن يعني نزلوا العمل كله على اليوتيوب. أنا مريت على اليوتيوب طبعا لم ألاقي الأغنية على صفحتها. فالقصيدة هذه يعني بعد ما اعترضوا الناس علمت الفنانة وألقت يعني قدمت اعتذار في صفحتها على الفيسبوك. حسب أنا ما شاهدت الاعتذار يعني: أحبابي في جميع أنحاء وطننا العربي الكبير، وأخص بالذكر أحبابي في اليمن السعيد موطن العز والشهامة والكرم. سوف يتم تغيير اسم الشاعر في فيديو موشح إذا ألقى الزمان في أجل أقصاه 24 ساعة إن شاء الله بعد أن ثبت إنها كلمة الشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله وليس بغريب على أهل اليمن. كلام طويل، المهم أنها اعتذرت. وكان أنا بعد هذا المقولة دخلت أشوف يعني تعليقات أصحابنا، لأني شفت واحد قال: اليوم كل اليمنيين في صفحة يسراء محنوش. قلت خلونا نشوف يعني المعلقين، يعني بقرأ لكم أنا بس المشاهير تقريبا الموثقين بالعلامة الزرقاء. هنا بشير يقول: بيض الله وجهك، الموضع كبير وقد هو عند الشيخة رشة قبيلة الفور. رامز المقطري يعني أدلي بتعليق ساخر قليل: قال: نيابة عن الجميع قابلين اعتذارك، وأي شعر تشتيه نحن تحت أمرك مستعدين نخلي الشاعر فهم المخلافي. فهم المخلافي ذا تقريبا صديقه وكذا يعني ينكت عليه شوي. الشهير بجوهر: يعطيك أجمل الأشعار وأيضا الله يجنبك هشام الشويع يا رب. تقريبا هشام الشويع تعرفوه المغني الذي يغني في اليوتيوب كذا وصوته. هنا يقول عبد المحسن المراني: فنانة أصيلة والنعم. هنا محمد عبد الولي الشميري يقول: تبقى لنا الشاعر عظيمان، نحذر من المساس بقصائدنا. هنا كمال طماح يقول: احسنت الاعتذار من شيم الكبار. يعني ولا واحد الا ودخل يعلق صدقهم. احنا اليمنيين ما شاء الله على طول، لذلك كل الناس يستفزنا ما قال واحنا نروح ننتقده ويرجع يعتذر واحنا نقبل اعتذاره. ولكن الذي لفت انتباهي تعليق لشخص يدعى سمير الخليدي، قال: الشاعر يشتي بياس مش يشتي اعتذار، وش يبغى الاعتذار؟ صحيح. ايضا مشهورنا الكبير خالد شايع يقول: شكرا لك يا شيخه والله يدخليك الجنه. هذا عاد طلع اقول له الخرفان يعني يلا ادعي لها يدخليها الجنه. ما ادري والله وش يقصد فيه. لا فتحي بن الازرق هذا صحفي معروف قال: حصل خير، والموضوع بالنسبه لليمنيين جزء من صراع مع حقوقهم الفنيه التي تم السطو عليها خلال عقود من دول عربيه كثيره. اما محبيك في اليمن فيكونون لك التقدير والاحترام. كل التقدير والاحترام. ملعي بن نزار السنفاني يقول لك: كل الناس راحوا عنده. صحيح صدق اللي قال كل الناس اليوم في صفحة الفنانة هذه. قال: تحية لك، وهكذا ما كنا نتوقعه منك نجمتنا المتألقة، وبهذا الاعتذار والتصحيح سيزداد العمل جمالا وتألقا كلمات شاعرنا وأدائك المبهر. وهي تحية لكل من سانة وودة ووقف مع ابن اليمن الشاعر عبد الغفور. طيب ايش نفع عبد الغفور ايش بيسوي بالاعتذار؟ جيبوا له زلط، له نسبة من المفروض. ايضا بشير الرياشي يقول: اصيله واحنا سامحنيك. سويدي ماركا قال: ان نزيد ندي لشا المسوري هديه من المشوري هذا، اتوقع اللي غلقوا قناته في اليوتيوب. خليل العمري والعمري قال: خطوه رائعه من فنانه كبيره ومحترمه. يذكر ان الفنانه يسرى محنوش قد كانت يعني اشتهرت زمان في راح الاغنيه هذه اللي عبر راديو ميديا تقريبا. هيهات ولا حرق قلبك اسكت بس الشاش بيرك حار من العين. وبعض الاشخاص قالوا: انتم سرقتوا حقها الاغنيه وحولتوها الى
سياسي. نتابع قليلا من الحمد لله والباقيين عايزين يتموه ما جلسوا. مات مات إمام شعبي من الأزمات. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة والترند الجديد الذي لف الإعلام اليمني. نعرض لكم في فيديو قالب كذا تجميع لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر أيضا نحن وصلنا 20,000 مشترك، وبإذن الله سنصل 100,000 مشترك قريبا.